مرحبا برج الجدي، أرى أنك يا برج الجدي حاليا أنت في طاقتك ولكن حزين أكثر. يعني أنت حاليا في طاقتك الاعتيادية وهي طاقة ملكة الأرض. أنت حاليا لديك أشوف أغلب ما تريده على الصعيد العملي، أو يعني راضي مقتنع حاليا في حياتك في هاي الوضع، ولكن كأنما عندك نوع من الحزن، نوع من الحنية إلى شخص ابتعد عنك، إلى شخص لم يعد موجودا في حياتك، موجود جدا أنت في محيطك لحد الآن. أنت تفعل الأمور اللي دائما تفعلها ومشغول أيضا في حياتك، ولكن في قلبك في عقلك دائما هاي الفترة زايد تفكيرك بهذا الشخص، احتمال رحيلة عنك أو ابتعاد عنك أو أنه انفلت من قبضة يديك، لأنك كأنما أنت كنت ماسك العلاقة كما الخماسي في يدك يوم من الأيام، ولكن حدث شيء وابتعد عنك هذا الشخص. فحاليا أنت تمر بمرحلة ندم، ما أعرف، حسرة، حنين إليه، اشتياق، تتمنى أن الوقت يرجع بك للسابق. راح تسوي الأمور بطريقة مختلفة، أحسك جدا قاعد تفكر فيه وفي الماضي، ولكن في نفس الوقت عندك كرت المشاغب أو المخاطر، الشخص المرح اللي مستعد انه يقفز من على التلة ويكون وزنه خفيف. احتمالات كثيرة، ولكن اشوف انك اما قاعد توهم الناس اللي حولك او الشخص اللي انت حاليا موجود معه في علاقة، ان انت تخطيت الشخص الاولي، تخطيت الحبيب الاولي، كأنما انت خلاص حاليا ما عندك اي ارتباطات فيه. ولكن اشوف ان كرت الفول في هاي القراءة كأنما قاعد تتظاهر، لأن هذا الشيء غير حقيقي. أنت لحد الآن لم تتخطى هذا الشخص، لحد الآن تحبه، لحد الآن تفكر فيه، فمجرد قاعد تسوي هاي التمثيلية، تكثر من الضحك، تكثر من الخروج، تكثر من الحياة الاجتماعية، عشان فقط توهم الناس كأنما عرض مسرحي، توهم الناس أن أنت خطيته. احتمال هو زوج سابق أو حبيب سابق، ولكن لحد الآن أنت متعلق فيه، أنت لم تنسى، لم تتشافى من العلاقة، لأن موجود تحتهم كرت الماء، في شيء عميق لحد الآن عندك لم يطلع، في حقيقة لم تصارح فيها نفسك أو هذا الشخص الموجود في حياتك. ممكن يكون أم، ممكن يكون أخت ناصحة، شخص تثق فيه، يعرف عن مشاعرك، لكن هذا الشخص، وإن كنت أنت مشغول هنا ولكن هذا الشخص مشغول فيك أنت، فيعرف ويفهمك، عارف أن أنت لحد الآن لم تتشافى، وإن لم يتحدث معك عارف أنك لم تتشافى من هذا الحب، أو لحد الآن أنت ندمان ومتوقع أنك رح ترجعون لبعض. هذا الشخص عينه عليك، تفكيره فيك كأنه شايل همك. أجين عنده طاقة الأم المراعية اللي تتمنى لك الخير، اللي أنت دائما في قلبها وتفكيرها، وتتمنى أنها تشيل الألم عندك منك يعني. وكمان أنت هني أحسك في طاقتك العادية يا برج الجدي، أنت يعتمدون عليك الكثير من الأشخاص، تساعد الكثير من الأشخاص مهم في محيطك، كأنما أنت البلسم أو الشخص المضحك لجميع اللي في حياتك، كأنما أنت جدا شاطر أن أنت تخفف عنهم جروحهم، لأن أنت عندك طاقة الأم، طاقة ملكة الأرض، وهي الطاقة المعطاء، ولكن لنفسك أنت كأنك مو قادر تعطي، مثل ما نقول باب النجار مخلوع. ولكن هذا الشخص يحاول أنه يساعدك أنت شخصيا، لأن أنت قاعد مشغول في الآخرين، تساعد الآخرين، هذا يحاول يساعدك، يحاول أنه وإن كان بشيء بسيط، إنه مثل اللي يبرد على جرحك أو يخليك تتصبر. أيضا طاقة الماء هي طاقة الصبر وطاقة التحمل، يحاول يساعدك أو يخفف عنك، يعطيك الأمل في نفس الوقت. ولكن أنت تطلعاتك كلها إلى هذا الجانب اللي في الشريك، الشريك حاليا مشغول جدا، يعني طاقته جدا تختلف عن طاقتك. أنت عندك طاقة الأرض، ولكن مش هامتك في هاي الفترة، مو أكبر اهتماماتك الأمور المادية. هذا الشخص كأنما فتحت له في هاي الفترة أبواب السماء، صار عند الخماسي الأول وهي هدية من السماء، توفيق من الله سبحانه وتعالى،
فجدا مشغول انه هو يحصد كل شيء ويحاول ينجز كل شيء في هاي الفترة، لان احتمال كانت متوقفة عنده الامور المالية الوظيفية في السابق. فلما انفتح لأول باب منغمس جدا في تحقيق ذاته، في تحقيق هاي الاموال اللي الدخل اللي كان دائما يحلم فيه، ينتقل لبلد ثاني، يفتح بزنس ومن ثم الى بلد ثالث. جدا مشغول في هاي الفترة، فطاقته جدا مختلفة عنك. يعني هو منغمس في الحياة المادية، انت منغمس حاليا في مشاعرك، كأنما توك استوعبت او ادركت الم رحيله هذا الشخص. لا، كأنما المادة قاعدة، يعني رأى المادة فنساك تماما، ولكن هو لم ينساك. عنده كرت ثلاثة الأغصان. ثلاثة الأغصان في الكروت العادية أو الصورة الأصلية هو شخص عنده ثلاثة أغصان مزروعة في الأرض، أعطاك ظهره ومنتظر السفن بكل إيمان، السفن اللي فيها حمولة أن تأتي إليه. ممكن يكون حبيبك من طاقة من الأبراج النارية، ممكن أنت حاليا قاعد تتعامل مع شخص برجه مائي اللي حاليا موجود في محيطك يحاول يخفف عنك، ممكن. فش أقول لك، هذا الشخص مو استسلم، ولكن كأنما أعطاك ظهره، أعطى الموضوع العلاقة ظهره، بحيث أنه شو أقول لك، قام يصير اللي بده يصير يصير بالنسبة له. هذا شعاره بخصوص علاقتكم في هاي الفترة، اللي بده يصير يصير، لأن احتمال أنه تعب في السابق حاول يمشي العلاقة، كانت العلاقة مو مستعدة تمشي، أنت كنت غير مستعد أنه تمشي معه، ولكن احتمال الحين يوم صرت مستعد أن تقفز أو تدخل في العلاقة، هو صار مشغول، هو صار مبتعد، هو صار بارد باتجاهك، لأنه تحول إلى أمور أهم. عنده ست الخماسيات في نفس الوقت، هو جدا مشغول بتدخيل الأموال والصرف. احتمال أنه يدخل مثلا ست خماسيات، عنده ستة، ولكن يصرف منهم فقط خماسي، الباقي يوفرهم. فهو جدا مشغول في إدارة مصاريفه الخاصة ودخله الخاص، بحيث انه شنو قال عن علاقتكم، قاعد يقول عنده ايمان بان النصيب راح يصيب، فما راح هو يتحكم بالموضوع او حتى يحاول ان يأتي تجاهك في الفترة القادمة، خلاص راح يدع الامور تأخذ مجراها، راح يتوقف عن مثلا انه يحاول يرجع لك او الامور اللي كان في السابق يعملها، خلاص هذا الشخص كأنما قطع السلاسل. ولكن السلاسل اللي انت موجودة في طاقتك يا برج الجدي هي سلاسل الاوهام. برج الجدي كرت الشيطان، ذا ديفل، والشيطان معناته ان اوهام، افكار سيئة، افكار سلبية، اشياء من تخيلاتنا غير صحيحة. فهو كأنما صار فترة معينة دائما يتخيلك وموهوم، ولم هو ايضا كان يتوقع العلاقة انها تنجح، لم تنجح، فعشان كذي الحين ادار ظهره. وعنده ايمان انه لو انتم مكتوب لكم ترجعون لبعض راح ترجعون، ولكن خلاص وضع الموضوع بيد الله سبحانه وتعالى. استسلم هو لامر الله، لم يستسلم نقطة، استسلم لامر الله. الطرف الثالث عنده Princess of Swords، Page of Swords، السيف الصغير الغير محترف. عنده كرت برج العقرب، كرت الموت، التغيير الشامل، التحولات على مستوى كبير، وكرت ثمانية السيوف. أشوف أن في طرف ثالث، ممكن يكون هذا الشخص، ممكن يكون شخص من طرف هذا الشخص، ولكن شخص جديد سيحاول أن يدخل حياتك، سوري، سيحاول أن يدخل حياتك ويقوم بتغييرات جذرية، كأنما يعني يتصرف أن لديه صلاحية عليك. كرت الموت هو كأنما ملك الموت يدخل ويغير كل شيء، فرح يحاول أن يدخل حياتك يغيرها كامل، بدون حتى أن يعرفك، يعرف طبيعتك، يعرف عن علاقتك مع هذا الشخص، أو يعرف حتى يفهم مدى حبك للشخص القديم. سيحاول أن فقط يدخل ويغير، ويتظاهر انه هو يعني كأنما ملكك او انتو في علاقة. ولكن اللي ما يعرفه واللي راح يكتشفه بعد فترة
ان هذا مش بالنسبة له مهمة ويقدر ينجزها. هذا الشيء باستخدام طاقته الطبيعية، هو اشوف انسان ممكن يكون جاف، صارم، عنيد، عصبي، يعطي اوامر للجميع، رح يكتشف ان معاك انت هذا النوع من التغيير ما رح يغيرك، ما رح ينفع معاك، هاي الاسلوب مو جيد معاك. فبدل ان يحاول ان يغيرك، انت اللي كأنما ستأخذ هذا الشخص الجديد وتخليه في مثل المتاهة، او تخليه في مثل حبيس افكاره الخاصة. احتمال يكون برج هوائي او مائي، عندنا العقرب، ولكن كأنما انت بتحط الامور في نصابها مع هذا الشخص. يعني انت لو كنت مو متأكد بخصوص مشاعرك تجاه الشخص القديم، مع الطرف الثالث راح تتأكد، لان هذا الشخص راح يعجز يغير معاك الموضوع، يغير معاك الاسلوب، ما راح يصلح، راح يحاول يكتشف لماذا انت بهذا الشكل. عند طاقة الجاسوس يحاول ان يكتشف ليش انت بارد معه، ليش انت لا تريده، ليش انت مو متفاعل معه. احتمال يصلح الجواب من ملكة الاكواب. ملكة الاكواب راح تتواصل مع هذا الشخص وتخبره ان ترى برج الجدي لحد الان في شخص في قلبه في باله. وقتها اسلوبه المعتاد لن ينفع، وسيكون حبيس لسجنه الخاص اللي وضعه على نفسه. قراءتكم جدا اليوم مباشرة بشكل عام. ممكن يكون ايضا الشريك عندكم برج هوائي، وهذا الشخص برج عقرب او برج مائي، ممكن يكون من اي الابراج. هذا الشخص ممكن يكون يحاول ينسيكم الشخص القديم اللي هو يكون برج هوائي، ولكن يفشل. لما يفشل هو ستنقطع فيه الحيلة، ما عنده شيء يسوي، خلاص انيمر. ان هذا الشخص كأنما شفت البذرش المغروسة في الارض، دائما يرمز للخماس الاول انه هو البذرة المغروسة في الارض. هذا الشخص مغروس في قلبه، ما في نوع من الموت او من التغيير اللي ممكن يخرجه من قلبك. لحد الآن انت تنتظره، لحد الآن انت تتوقع ان يوم من الايام تمشي العلاقة بينكم، ويمكن تمشي. راح نشوف في كارت المفاجآت شنو راح اصير عندك يا برج الجدي. وقاعد اشوف ان هذا الشخص لحد الآن يفكر فيك، لحد الآن في حب، في ارتياح وحب تجاهك، ولكن ما عنده طريقة ان يتواصل فيك معاها، ما عنده طريقة يوصل لك مشاعره. فمن أجل ذلك هو توقف عن المحاولة وقاعد يركز في حياته الخاصة حاليا. كارت المفاجأة للبرج الجدي، عندنا كارت انقلب. The Fire Prince. عندنا عنصر النار موجود عند هذا الشخص. Optimism, aggression. أمير النار. أمير النار، كارت أمير النار يتحدث عن، هو شبيه بطاقة برج العقرب، التغييرات المفاجئة، أو خلينا نقول مثل البرج، عندما يقع البرج التغييرات اللي يجلبها أمير النار تغييرات مفاجئة. ماذا سيحدث؟ احتمال هذا الطرف الثالث يحاول بشكل كبير أن يغير حياتك في فترة بسيطة، ولكن سيفشل. ولكن لا تحزن، هذا الوضع يقول لك عندك بيكون 8 سيوف مثل اللي حبيس، ولكن لا تحزن. فشلك مع الشخص الجديد أو حتى الشخص اللي يحاول أن يغير عندك الوضع، لا يحزنك، لأن وراء التغيير العنيف تأتي بداية جديدة. خليك متفائل، راح تأتيك بداية، راح تأتيك تغيير شامل عنيف من شخص، ولكن وراءه راح يخلف مثل الرماد
اللي راح يشجع بداية جديدة في حياتك. احتمال هذا الشخص يرجع لك مرة ثانية، احتمال في المستقبل البعيد بعد انتهاء هذا الطرف من المحاولة معك ممكن أن تلتقي في هذا الشخص بمناسبة أخرى في مكان ثاني، تكون احتمالية نجاح العلاقة بشكل أكبر. ولكن تفاؤل، هذا كرت التفاؤل. دائما بعد الحريق أو بعد سقوط البرج عندك أرض خالية تستطيع أن تبني عليها ما تشاء. بالتوفيق عزيزي.